السلام عليكم طلاب الصف التاسع. اليوم عنا أول درس بمادة علم الأحياء البيولوجي. رح نبدأ إن شاء الله في الدرس من الصفحة 16. ولأن خلينا نتعرف على معنى كلمة بيولوجي. بيولوجي يشام أنلمينا جلان بيوس و بيلم أنلمينا جلان لوجيس كلمة لاردان ولوشان بير كورام در. يعني بيقولولنا هون يشام حياة أو أحياء، أنضمنا يعني معنى جلان، يأتي بيوس بيولوجي أو يعني هي نفسه معنى البيولوجي يعني علم الأحياء، بلم علم، أنضمنا معنى جلان، يأتي لغوس. لغوس هو يعني من هذا التعبير كلمة لاردندان يعني شعار هذه الكلمة، ولوشان بير كورامدر يعني يكون هذا كورا معناها تعبير. قولوا مزدكي anlayımla yaşayan bilimi olarak kullanılan biyoloji canlıların yapısını, davranış şeklini, birbirleriyle olan ilişkisini, yeryüzündeki dağılışını ve cansız faktörlerle ilişkisini inceleyen bir bilim dalı. Bilin hon. Günümüzdeki في هذه الأيام anlamıyla معنى yaşam hayat bilim علم olarak على şekil kullanılan yani المستخدم biyoloji علم الأحياء canlılar yani الأحياء yani can معناها روح canlı ذو روح يعني اللي أحياء اللي عندها روح مثل النباتات الحيوانات الإنسان هذول كلهم يسميهم canlılar. Yapısı yani tekvin, davranışı, muamele, şekil, birbirleriyle yani ma bazıha olan ilişki, alaka olan tekvin yani ve alakatıha ma bazıha albaad, yeryüzündeki yani ala sathal ard, dağılışı yani tevazzuun ve cansız yani mallu ruh, canlı el ruh, cansız يعني ما له روح يعني هاي أحياء هاي جماد فاكتور لارلا يعني عوامل الاشكسنا علاقة انجليان الذي يبحث بير بلم لا بلم علم ضاد قسم يعني هو القسم من العالم الذي يبحث في تكوين الأحياء وشكل تعاملها وتعاملها مع بعضها البعض وامتدادها في الأرض على سطح الأرض وعلاقتها مع عوامل الغير حي. بيولوجينين araştırma inceleme ve uygulama alanı oldukça genişti. Yani bununla biyoloji العلم الأحياء araştırma بحث inceleme تدقيق uygulama tatbikat alanı mesaha oldukça bir şekilde kebir geniştir yani vasi'a yani hi ilm el ahya huwa ilm vasi' fi ibhathu tahqiqatu ve tatbikatu bu sebeple birçok alt bilim dalına ayrılmıştır bu abulunahu li hada sebeb bu sebeple li hada sebeb birçok el adid alt bilim علوم ذات مستوى أو يعني أقل دالنا يعني أقسام أرل المشتر يعني هو بيولوجي هو قسم قسم كبير وتحته يضم العديد من الأقسام. هلا هون عم بيقولوا لنا هون بو alt bilim dallar kendi konusuna göre ayrıntı çalışmalarını sürdürür ve bilimsel çalışma sonuçlarını diğer bilim dallarla paylaşır. Yani biulna on bu alt bilim el aksam allati yadumu hada el kısım yani aksam el taht hada el kısım yani allati yughtiha dallar aksam kendi konusuna yani mevduha muhtasaf fi göre hasab ayrıntı bir şekil mufassal çalışma ebhath sürdürür yani تقود
أو تسير. بالمثال علمي شالشما أبحاث سنجلرنا نتائج بلم دالار لا بلم يعني مع الأقسام الأخرى بايلاشر تشارك. يعني هي هذه الأقسام اللي تحت قسم البيولوجي التي يضم قسم يعني القسم البيولوجي راح تشتغل مثلا قسم البيولوجي الطبي مثلا راح تعمل أبحاث وتطبيقات، بس هاي الأبحاث نتائجها والتطبيقات كلها راح تشاركها مع باقي الأقسام مثل البيولوجيا الغذائية مثلا البيولوجيا الحيوانية، هذول كلها راح تشاركهم، وهيك بيكونوا كلهم عم يشاركوا وعم يقوموا بتطبيقات بأقسام مختلفة. وبايلاشملارندان طب فيترنالك diş hekimliği, çevre mühendisliği, genetik mühendisliği, eczanlık, ziraat, uzay biyolojisi gibi bilim dallarda faydalanır. Bunun ne? Bu paylaşımlardan. Min hadhi al-musharakat. Tıp, veterinerlik, tıp al-baytari, diş hekimliği, tıp al-asnan, çevre mühendisliği, mühendis al-bi'a, genetik mühendisliği, mühendis al-ilm al-virase, eczanlık, الصيدلة، الزراعة، الزاي بيولوجيسي، علم أحياء الفضاء جبي مثل بيلم دالار دا فايدة لنر نستفيد، يعني نستفيد من هذه المشاركات أقسام مثل الطب، طب البيطري، طب الأسنان، مهندس البيئة، مهندس علم الوراثة، الصيدلة، الزراعة، علم أحياء الفضاء، كل هدول ممكن يستفادوا من هذه المشاركات. بيولوجي بلم بلمي إلى الجلي شلشمالار بو بلم دالانن جنجال حياتلا نصل إتش أولدون دا جوسترر. يعني بيقولون هون بيولوجي علم الأحياء بلمي علم إلى الجلي إلى الجلي يتعلق شلشمالار أبحاث أو نشاطات بوش بيلم هذا العلم ضل قسم جنجال يومي حياتلا حيات يومي نصل كيف اتش اتش متداخل اولدونو يكون دا جوستر يعني يظهر الابحاث المتعلقه في بعلم الاحياء بين احنا في ايامنا هذه شقد حياتنا متداخلي في هذا العلم. بيوتكنولوجي ve genetik mühendisliği çalışmalarında kullanılan DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizm geliştirerek doğada hazır bulunmayan ya da yeteri kadar üretilmeyen ürünler elde edildi. Yani bununla biyoteknoloji يعني التكنولوجيا الحيوي فجينيتك مهندسلي ومهندس علم الوراثة شالوش مالارندا في أبحاثهم كلانالان دي ان اي كلانالان يعني المستخدم دي ان اي هو الحمض النووي وهو بيحمل الشفر الوراثي للأحياء. تكنولوجيا لارلا مع التكنولوجيا بتكي نباتات حيوان وميكرو يعني ميكرو أورغانيزملار يعني مثل البكتيريا الفيروسات هذول كلهم نسميهم ميكرو أورغانيزملار لأنهم هن ميكرو معناته كتير دقيق أورغانيزم يعني أحياء مثلا أحياء الدقيقة مثل هن يعني البكتيريا والفيروسات هذول كلهم نسميهم ميكرو أورغانيزملار قال اشتريلك يعني بتطوير دعاء طبيعة حاضر بلوميان حاضر يعني موجود متواجد بلوميان غير متواجد يدا يتار معناته يتار يعني يكفي قدر لا يكفي أوريتيل ميان غير مصنع أورونلار منتجات إلدا إدلدا يعني تم تصنيعها يعني عن طريق علم الهندسة الوراثي والتكنولوجيا الحيوية واللي يشتغلوا على تطوير الدي ان اي وهي الحمض النووي. ومعناه الحمض النووي هو اللي يحمل شفرات الوراثي مثلا يعني البندورة وقت بتكون حمراء شلون ممكن وقت نحن نزرع
بذرة بندورة شلون ممكن تطلع البندورة حمراء ما تطلع خضراء مثلا؟ هاي نحن عن طريق هاي الشفرات الوراثية. هي شفرات وراثية معناها تعليمات، انه مثلا وقت بدها تطلع هاي حبة البندورة رح يكون على هاي اساس، هاي التعليمات رح تطلع على اساس انه هي حمراء مثلا، لو حلوة حامضة، هاي كلها بيتحددها دي ان ايه. مثلا نحن العنب عنا العنب احمر اخضر، دول كلهم بتحددهم دي ان ايه، يعني هي تعليمات للتخليق. نحن عن طريق هاي تغيير هاي التعليمات، مثلا نحن بدنا البندورة لا ما بدنا نسويها حمراء، بدنا نسويها خضراء، ممكن عن طريق تغيير الدي ان ايه المختصة انه هاي البندورة لازم تطلع حمراء نحن نغيرها ونحط محلها انه لا البندورة بدنا اياها خضراء، ممكن نغير هذا الشيء. البتكي عن طريق هذول التغييرات نحن حسنا انواع من النباتات، حسنا انواع من الحيوانات، وحسنا انواع من الميكرو اورجانيزم، لا يعني الحياة الدقيقة. وهيك مثلا نحن وقت بنكون حسنا نوعين من نوعية النباتات، مثلا نبات الفاصوليا، مثلا عنا في فاصوليا مثلا ممكن تكون فورا بتخرب، مثلا خلال 3 أيام تخرب، بس هي طعمتها رائعة انه ممتازة، بس فاصوليا لا بتخرب، ما بتخرب فترة، بتخرب فترة طويلة بس طعمتها ميتة. طيب نحن بناخو من الفاصوليا اللي طعمتها طيبة الدي ان ايه المسؤول عن الطعم، ومن الفاصوليا اللي ما بتخرب فترة طويلة الدي ان ايه المسؤول عن هذا الشيء، ومنضمهم بنبتة واحدة، بهيك بنحصل على فاصوليا هي طعمتها طيبة وهي ممكن تطول لفترة أطول. هدول هن هيك نحن بنكون أنتجنا منتجات بتساعدنا نحن بتكفينا. ورود الميان هي في العادة ما موجود في الحية. بسن دير دها يكسك أولان سيبزا وميوة لارن أورتيل مس هاستالكلارين تداوسي يان اتكسي دها أز أولان yeni ilaçların geliştirilmesi, endüstriyel ürünlerin daha ucuz yönetimlerle üretilmesi, ülke ekonomisine ve yaşam kalitesine artırılmasına katkı sağlayan örneklerdir. Besin manaha anne hon gıza, diğeri besin manaha hon taam, diğeri kıymi daha yüksek ala olan يكون سبزة معناها خضروات ميولارن معناها فواكه أوريتل مس يعني إنتاجة هاستالكلارن تداوسن هاستالارك معناها شس أمراض تداوس يعني أدوية يان إتكس أعراض جانبي دها أص أقل أولان yeni ilaçlar ula yeni ilaç yani adı cedidi geliştirilmesi yani tam tatvir endüstriyel sınai ürünler yani müntecat daha ucuz, daha ucuz yani akıl sığar yönetimlerle turuk üretilmesi yani intaca ekonomi ülke manata devli ekonomisine iktisat ve yaşam حياة كاليت السنة يعني جودة أرت المصنة يعني زيادة كاتك مثل يد صاليان تؤمن ورنيكلاردر يعني يعني مثال يعني عندنا مثال تطوير الأغذية، تطوير الأغذية ومنها الخضروات والنباتات والأدوية اللي لها أعراض جانبية أقل من النسبة للأدوية المستخدمة الصناعي، وعن طريق تصنيع هذه المنتجات رح يكون هدول عندهم طرق للصناعة أقل تكلفة، مما يؤدي إلى ارتفاع يعني اقتصاد البلد وحياة أفضل للسكان. Genetik alanda yapılan çalışmalarla insan genominde yer alan genlerin tespit edilmesi, kalitesel hastalıkların tedavisi için çözüm oluşmuştur. Genetik manaha cini alan manada mecal yapılan ma'mur çalışmalar abhas insan genomu yani
جينات الإنسان هي ألان ير ألان الذي يأخذ جينلار جينات تثبيت إيد المسيح التي تم توثيقها كاليتسال يعني مزمنة هاستلكلار يعني الأمراض المزمنة تداوس علاجة için أجل جزمه ولشمشتر تم حلها يعني عن طريق الأبحاث التي تمت في مجال علم الجينات الذي يدرس الجينات الوراثية للإنسان تم اكتشاف أدوية للأمراض المزمنة فصول يتق لار tükendiğinde insanların enerjisi nereden ve nasıl üretildiği güncel hayatta malanal fosil yakıtlar tükendiği insanların enerji nereden ve nasıl üretileceği güncel hayata karşılanan problemlerinden biridir. Fosil yakıt huve vakud ahfure. Vakud ahfure hu bikun vakud tabi'i yani muallaf min نفايات الحيوانات يعني بعد ما تتفكك بعدين بعد ما يوضع في ضغط عالي بتحول لوقود توكاندي يعني تصرفه إنسان نار الإنسان إنرجي طاقة نيردان من أين ونصل أوراتيجي يعني كيف سوف تصنعه يعني جنجال الجديد حياته الحياة كارشلانان المواجه problem لاردان يعني مشكلة بريدر يعني من المشاكل الجديدة اللي نحن نعيشها يعني في هذا العصر هي كيف نصنع الوقود الأحفوري وكيف نستخدمه بيولوجيك çalışmalarla لا بو سروم çeşitli çözümler üretilmektedir بيولوجيك يعني بيولوجي يعني علمي çalışmalar أبحاث بسرسرون هذه المشكلة شيشتلي مختلف جزملار حلول أريت المقتدر صنعت يعني هذا بعد طريق الأبحاث العلمي الحيوي تم اكتشاف العديد من الحلول بونلاردان بيرسي بيو ديزل يقت أريت مدر يعني من هذه بونلاردان من هذه بيرسي أحداها بيو ديزل يعني الوقود الحيوي يقط وقود أوريتم يعني تصنيع يعني تم تصنيع من أحد هذه الحلول تم تصنيع وقود حيوي بيو ديزل يقط أيجي كانولا تهمو هندستان جوزي بلاسما جيبي بتكلاردان إلدا إدلر يعني عبلونا هون البيو ديزل هذا الوقود الحيوي أيجي يعني زهرة عباد الشمس كونولا تهمو يعني من بذرة الكونولا وإندستان جوزي يعني من جوز الهند ونبتة بلاميا جيبي مثل بتكلاردان من هذه النباتات الدائدلدي يعني من هاي الوقود الحيوي من زهرة عباد الشمس وبذرة الكونولا وجوز الهند ونبتة البلاميا بيتكون فقط بو جيبي ترم ورونلاردان يقط إلدا إتمك هم ماليات olduğundan هم دا جيدا سكنتسي أرتجاندان ترجيح دلمس يعني بلولكون ولكن بو هذه جيبي مثل ترم زراعة ورونلاردان يعني منتجات يقط وقود إلدا إتمك يعني استخراج هم ماليات يعني سعر olduğundan من كونه هم ده جدا هم ده جدا يعني غذاء sıkıntısı يعني مشكلة artacağı زيادة ترجيح edilmez يعني هاي مثل هذه الوقود إذا تم إنتاجها من المنتجات الغذائية أو من المنتجات الزراعية راح يكون أول شيء أسعاره غالي ثاني شيء راح تأثر على على كمية المنتجات الزراعية يعني راح يساوي عنا أزمة غذائية بيو ديزل يقط إلدا إتمنى إن أوغون ينتمي أندرستيال جدا ين أوريتجيلارين و بيوك ريستورانلارين أتك بيتال ياları
كلهم مقتدر. يعني بيقولوا لنا هون بيو ديزل الوقود الحيوي اللي اتمنى يعني انتاجه ان يكون يونتمي احسن طريقه اندستريال يعني صناعه غذاء قدا غذاء اوريتيجيلرن يعني مصنعين و بيوك ريستوران رانلار يعني المطاعم الكبيره اتك نفايات بتكسال يعني نباتي ياغلاري زيوت كولانماكتادر تستعمل يعني احسن طريقه لانتاج هذه زيوت الوقود الحيوي هي عن طريق استخدام اول شيء النفايات التي تنتج عن تصنيع الغذاء والنفايات التي تصدر من المطاعم الكبيره اعطيك يالره ده بيو ديزل اوريتمينين مالياتي düşüktür ve çevre temizliğine katkı sağlar. Yani bilin ne hon atık yağ ziyut المرمي بيو ديزل الوقود الحيوي اوريتمين يعني تصنيع مالياتي يعني اسعار düşüktür يعني منخفضه ve çevre تشيرا بيئة تميزلين يعني نظافي كاتك يعني إضافي صالر يعني تؤمن يعني هي إنتاج البيو ديزل يعني الوقود الحيوي من الزيوت المرمي يؤمن نظافي للبيئة وأسعاره واطي منخفضة يعني بيو ديزل يكتلرن يانması sunucu atmosfer verilen karbon dioksit gazı normal dizel yakıtlara göre %50 oranında daha azdır. Yani hon abilunna biyo dizel vakud hayvi yanması ihtiraku sunucu netice atmosfer gılaf cevvi verilen muhta karbondioksit yani ثنا اكسيد الكربون gazı gaz normal tabii dizel الوقود yakıtlar yani الوقود göre يعني بالنسبة %50 50% ورانندا نسبة دها أصغر أقل. يعني إذا استخدمنا نحن البيو ديزل رح نخفض نسبة ثنا أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ل 50%. بيو ديزل يكتلر أوريتيميندا أتك يالار أنملي ير tuttuğundan أتك yağların toplanması gerekmektedir. يعني بيقولوا لنا بيو ديزل الوقود الحيوي أوريتيميندا يعني في إنتاجه أتك يالار الزيوت المرمي أونيملي مهم ير مكان توتو يعني إنه مسكت أتك يالار الزيوت المرمي توبلانماسي جمعة جارك مكتدر يعني ضروري. يعني نحن بما إنه الزيوت المرمي هي كتير مهمة في إنتاج البيو ديزل لازم يتم تجميعها. Ülkemizde atık yağlar toplanması ile ilgili ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Yani ülkemizde fi devletine atık yağlar yani ziyutil mermi toplanması ile tecmi'a ilgili yani ile alaka ciddi hakiki çalışmalar yani amel ebhaf yapılmaktadır. Yakumun yani hani fi devletine بالنسبه لتجميع الزيوت يتم العديد من المشاريع الحقيقية والجدية. انرجي kaynaklarının tüketmeni azaltacak bir diğer çözüm yolu biyogazdır. Yani بيقول انرجي طاقة kaynak مصدر tüketimi yani istihlak azaltacak تقليل bir diğer gayet çözüm معنى حل يول طريق بيو غاز يعني الغاز الحيوي. يعني نحن عندنا طريقة أخرى لتقليل من استهلاك الطاقة هي الغاز الطبيعي بيو غاز ولو بيتكي بهايوان أتكلارن ميكرو أورغانيزم لرا طرفندان أرشتر المصيلة ولوشان يانجي bir gazdır.
يعني يقولون هون بيوغاز، بيوغاز يعني الغاز الطبيعي، اللي بتكي يعني النباتات الميتة، وحيوان حيوانات أتكلرنن يعني نفايات ميكرو أورجانيزم ما يعني الأحياء الدقيقة، طرفندان من طرفان، أرلش مصنية، تفكيك، لوشان، تكوين، ينج يعني محرق أو يعني يحترق، بيرغاز يعني غاز. يعني عم بيقولوا لنا نحن الغاز الطبيعي هو يتكون من تفكيك الأحياء الدقيقة للحيوانات والنباتات الميتة، وعن طريقه راح ينتج غاز ذو يعني ذو خاصية الاحتراق. سون يللاردا اوريتيمي ارتران بيوغاز yenileyebilen enerji kaynağı olduğundan çevre dostu ve maliyeti oldukça düşüktür. Son yıllarda yani fil senavat الأخيرة üretimi intajı artıran yani المتزايد بيوغاز الغاز الطبيعي yenilenebilir yani المتجددي enerji طاقة kaynağı مصدر olduğundan yani من كونه çevre البيئة دوستو يعني صديق ve maliyeti yani سعره oldukça بشكل عالي düşüktür منخفضة. يعني في السنوات الأخيرة تم إنتاج الغاز الطبيعي لأنه مصدر طاقة متجدد وصديق للبيئة وسعره بشكل عالي هو منخفض. birçok alanda petrol ürünlerini yerine biyogaz kullanılabilir. yani بيقولون birçok العديد alan أماكن بترول البترول أرونلار منتجات يرنه مكانها بيوغاز غاز طبيعي كلنا لا بلير يعني ممكن استخدامه. يعني بيقولون في أماكن عديدة ممكن استخدام الغاز الطبيعي بدل المنتجات البترول. بيوغازلار تارمسال زرارلارلا مجادلة إتمدة كيميسال ديل بيولوجيك يونيتمليري كولانماك ister. Yani bunlar biyolojiler yani ulema tıbbiyin hayaviyin tarımsal zirai zararlarla zararlılarla yani adrar اللي بتأثر على المزرعة مجادلة مجادلة معناها عراق اتمدع يعني عراق كيميائي كيميائي ديل ليس بيولوجيك حيوي يونيتملار طرق كولانماك استخدام استار يريدون يعني عطول دائما العلماء يحاولون استخدام طرق لا تؤثر على البيئة يعني طرق كيميائية تؤثر على البيئة وعلى الزراعة يريدون دائما أن يستخدموا طرق حيوية لا تؤثر على البيئة. هنا قسمهم دوال أورتامدا تارم أورونلارا زرار فيران جاندي sayısı arttığında bu zararla beslenen diğer canlıların sayısı da artırılır. Böylece biyolojik mücadele ile zararlı canlıların sayıları kontrol altında tutulmuş olur. هون المبدأ الأهم الأساسي لازم نفهمه إنه هون عم بيقولوا لنا عن طريق وقت نعطي نحن ضرر ليش نحن على طول نركز على الزراعة على الضرر الممكن يتسبب للزراعة. بالكيميزتي سون يللاردا كوش قريبة ندانيلا بيرتوك كومسا حيوانة اتلاف ايد المشتر. هنا بيقولولنا في دولتنا في السنوات القريبة بالكيميزتي دولتنا سون يللاردا السنوات الماضية كوش قريبة انفلونزا الطيور ندانيلا بسبب بيرتشوك العديد كوماس حيوانة يعني الدواجن اتلاف ايد المشتر تم تلافهم يعني حرقهم او يعني التخلص منهم. يعني في السنوات القليلة تم
للتخلص من العديد من الدواجن بسبب مرض إنفلونزا الطيور. كوموس hayvanları doğal ortamda insanlar için tehlikeli keneler ile beslenerek bu kenelerin sayısı aşırı derece artmasını engellemektedir. Yani يعبرونه كمس حيوانات الدواجن doğal tabiat ortamında yani المحيط insanlar insan için acil tehlikeli خطير keneler yani manaha الحشرات مثلا البراغيث القمل كذا هدول كلهم حشرات مضرة بالنسبة للإنسان إلى بس لنراك يعني تتغذى بو كنلارين يعني هدول الحشرات صيص يعني عددهم عشرة درجة عالية درجة يعني أرتمسنا يعني زيادة إنجلنا مكتدر يعني أعاقت يعني بسبب تغذية هدول الدواجن على الحشرات المضرة بالنسبة للإنسان تم يعني خفض مستواهم. كوماس hayvancılığı azalması küresel iklim değişliği ve bunların beraberindeki birçok neden kena sayısı artmış. يعني بسبب انخفاض عدد الدواجن أزال مصر انخفاض كورسال إقليم كورسال معناها الأرض إقليم معناها الأقليم دي شملره التغيرات الإقليمية في الأرض وبنلارلا بنلار يعني هؤلاء بير ريندكي يعني مع بعضهم بيرتشوك العديد ندان أسباب كنا حشرات sayısı artmıştır. Yani zaten yani مع اتلاف العديد من الدواجن والتغيرات المناخية على الكرة الأرضية هذه الأسباب أدت إلى زيادة عدد الحشرات المضرة للإنسان مثل البراغيث والقمل وكذا مع العديد من الأسباب. Çağımızda önemli sorunlarından biri de gaz sıkıntısıdır. Yani çağımız asırına önemli مهم sorunlar مشكلة بري واحدة كده غذاء سكنتس مشكلة يعني عنا أهم المشكلات في عصرنا هذا هي مشكلة الغذاء. كراكلك سببي لا ترمسال alanlar suylama sıkıntısı oluşur ve buna bağlı olarak ürün verimi düşer. Kuyarıklık معناها جفاف sebebiyle yani esbab tarımsal zirai alanlar مساحات سلمة سقى يعني سكنت الس كلي ألوش مشتور يعني ألوشور يعني تكونات وبنو بعض أولارك يعني مرتبط أرون منتج فيريما نسبة الإنتاج تشار تقل يعني بسبب الجفاف صار عنا مشكلة في السقاي وهذا بشكل مباشر أثر على نسبة إنتاج المزروعات. أرنين كورسال الصنمة ندني لتشكلي بتكي شيشندان ومكتاري أزالما olması بال أرتمين ده أولمسوز إتكيلار يعني بيقول على أرني على سبيل المثال كورسال الصنمة الاحتباس الحراري ندني ل سبب تشيك لبيتكي يعني النباتات الزهري شيشندان يعني أنواعه ومقداره يعني النسبة العدد أو المقدار أزالما انخفاض المص كونه بعض عسل أوريتيمي يعني إنتاجه olumsuz bir şekil gayr murahhab bihi etkiler yani etkiler yani على سبيل المثال بسبب تأثر بسبب الانحباس الحراري ارتفاع درجات الحرارة والجفاف تم انخفاض عدد المنتوجات الزهرية مثل الأزهار يعني وأنواع قلت هذا أثر على إنتاج العسل. كارسال
Alanlarda petrol boru hatlarında sıkıntıları olmakta ve denizlerde petrol taşımacılığı sırasında bazı kazalar meydana gelmektedir. Yani bunu ne on? Karasal yani yabisi alanlar, manatkıl yabisi petrol, buru yani enabib, hatları enabib, hudut, sızıntı yani tesarip olmakta denizlerde fil bihar petrol taşımacılığı yani tahmil petrol sırasında hilale bazı yani bazı kazalar yani havadis meydana yani tem hudusu yani خلال نقل البترول من اليابسة إلى مكان آخر عبر البحار وبسبب تسريب الأنابيب البترول تمت هناك حوادث كبيرة. Bunun sonucunda fesul yakıtı olan petrol veya petrol türevi maddeler derin toprağa ve suyu karışımını çevre kirliliği oluşmuştur. Yani هنا بيقولوا لنا bunun sonucunda yani في نهاية هذه الفسول yakıtlar olan petrol yani fesul ihfure yakıt الوقود الاحفوري olan بترول هو البترول فيا بترول تريفي معدلار يعني مشتقات البترول توبرا فيا سويا توبراك الأرض سويا الماء كارشمس يعني خلطة تشيوري بيئة كيرلي يعني تلوث أولوش مقتدر يعني تكون يعني عن طريق خلط الوقود الأحفوري هو البترول أو مشتقات البترول بالماء أو بالتراب راح يكون عنا تلوث. عندهم بيولوجي و canlıların ortak özellikleri. بيولوجي حيوي canlı أحياء ortak مشترك özellikleri يعني خواص يعني الخواص المشتركة للأحياء الخواص المشتركة للأحياء الخواص المشتركة للأحياء والكائنات الحيوية هجر السال يبو يعني هجر السال خلوي يبو تكوين يعني التكوين الخلوي بتون جانلار بربرندان فارقلي كاركتيرستيك özelliklere sahip olmalarına rağmen her canlı özel fonksiyonlara sahip hücre ya da hücrelerden oluşur. Yani bununla bütün cemiy canlılar yani ahya birbirinden an bazıha farklı muhtelife karakteristik havas fizyai özellikleri yani havas sahip lediha olmalarına rağmen alarrom her canlı yani kil hakka enhay özel havas fülküsyonları vazaif sahip lediha hücre haliye ya da هجرالاردان خلايا أولوشور يتكون يعني بيقولون هون على الرغم من أن جميع الكائنات الحية لها خواص اسم مختلفة إلا أن كل كائن حي يتكون من خلي أو خلايا لها وظائف خاصة هجرالار أورجانيزمالارن جانلılık faaliyetlerini gösteren yapısal ve işlevsel en küçük birimlerdir. ويقولون هون هجرة لار الخلايا أورجانيزما لار هياكل جاندو حي فعاليات وظائف جوستران يظهر يبساط بنيوي إشلفسال يعني وظيفة إن كتوك الأزهار بريمدر وحدة يعني يقولون هون الخلية هي أزهار الهياكل الحية التي تظهر فعاليات على الجانب البنيوي وعلى الجانب الوظيفي. İki çeşit hücre vardır. Yani iki çeşit hücre vardır. Yani عندنا نوع من الخلايا çekirdeği ve zarlı organelleri bulunmayan hücrelere prokaryot hücre denir. Çekirdeği yani neva, zarlı
يعني غشاء، أورجانيل يعني عضو، عضي يعني عضي، بلوميان لا يوجد، هجرالار خلايا، بريوكاريت بدائيات النواة، هجرة خلي يعني الدنر يقال. معناها بيقولون هون الخلايا التي لا تحوي على نواة أو عضي الغشاء راح نسميها خلايا بدائية النواة، بكتيريا لاربا أركالار بروكاريوت هجرالي جانلدر، هجرالي جانلاردر. يعني بيقولون هون بكتيريا، والبكتيريا القديمة هي واحدة من الأحياء بدائيات النواة. تكرتي فازار الأورجانلرة صاحب أولان هجرالار وكريوت هجرة دنري. يعني بيقولون تشكردي يعني اللي عنده نواة، لأن عنده نواة زارل غشاء أورجانلرا عضيات صاحب أولان يعني الذي لديه هجرة لارا يعني خلايا، أوكريوت يعني حقيقة النواة، هجرة معناها خلية. يعني نحن بنقول للخلايا التي تحوي على نواة وغشاء خلي راح نسميها خلايا حقيقية النواة. أوغلانا براسيوم أميب الجالار مانترلار بكتكيلار وهيوانلار أوكريوت هجرلي جانلدر. يعني يقولون هون الأوغلانا هي واحدة من أنواع أحاديات الخلايا اللي أول شيء كانت معتقدين أن هي من بداية النواة، اكتشفوا أنه لا هي من حقيقيات النواة. براسيوم معناها الديدان، أميب هي نوع من أنواع الخلايا الحية، الجالار معناها هي طحالب، والمانتارلار معناها الفطريات، والبتكلار نباتات الحيوانات، معناها هون أوركيوت معناها حقيقية خلي، وجاندا معناها أحياء. معناها يقولون هون من أنواع الكائنات وحقيقة الخلايا حقيقية النواة هني عنا. أول شيء لوجيلينيا هي معناها لوجيلينيا هي نوع من أنواع أحادية الخلي، أميبيا نوع من يعني النباتات، الطحالب هني الألغلار، والفطريات المانترلار، والبيراماسيوم معناها تهني ديدان النباتات، البيتكيلار والحيوانات هني الحيوانات. هني كل أنواع من حقيقيات النواة. هلا عنا يقولون هون توم جانلı hücrelerden içinde solunum, besleme, sindirim, boşaltma gibi faaliyetler belli bir düzen içinde gerçekleşir. يقولون هون توم جانلılar جميع الأحياء hücreler معناها خلايا içinde داخلها solunum تنفس besleme تغذية sindirim هضم boşaltma إخراج gibi مثل faaliyetler وظائف belli bir belli معناها معروف düzen ترتيب içinde داخل gerçekleştirir يعني تحققها. يعني يجابلونهم جميع الخلايا الحية هناك أنشطة مثل التنفس والتغذية والهضم والإفراز يحدث بترتيب معين. Canlıların bazıları tek hücreli bazıları ise çok hücrelerdir. Buna canlı lahya bazı adet او قليل يعني تك بعضها بازلاري بعضها تك واحدة هجرالي يعني ذو هجرة واحدة بازلاري إسا أما بعضها تشك هجرالي در يعني لديه الكثير من الخلايا. يعني بيقولون هون الأحياء تقسم إلى مجموعة من الأحياء التي لديها خلية واحدة وبعضها يقسم إلى كانت حية لديها العديد من الخلايا. أولنا أميب براسيوم و
Bakteriya gibi canlılar tek hücreli olup çıplak gözle görülmez. Ölgenin هاي إن عليها هي نوع من الكائنات الحية اللي كان هي أحادية الخلية. كان أول شيء معتقدين إن هي من بدائيات النواة البروكاريوت، بعدين اكتشفوا إنه لا، هي بما إنه هي بتقوم بهاي العمليات التنفس والغذاء والهضم، كل اكتشفوا إن هي لا، معناها هي من حقيقيات النواة. أميب هي نوع كمان من الكائنات الحية أحادية النواة. بارسيوم معناها الديدان، وبكتيري معناها البكتيريا جيبي مثل جانلر معناتها أحياء تك واحدة هجرة، يعني خلي قلوب كونها تشبلاك جوزلة العلم مجرد يقول الماز لا ترى. معناها أن الكائنات الحية هي اللي هي ممكن كونها بذات خلية واحدة لا ترى في العين المجردة، هن الأوغليانا أميب بارسيوم و بكتيريا. شباكلي مانتارلار بكتيريا و حيوان إسا çok hücreli canlılardır و çıplak gözle görülebilir. شبكلي مانتار يعني شبكلي ذو قبعة، معناتها المنطقة الفطريات ذات قبعة. بيتكلار نباتات، بهيوان الحيوانات. إساتشوك هجرلي يعني لديها العديد من الخلايا الجامدة أحياء. باتش بلاك جوزلا العين المجردة، يقولوا بلير يعني ترى في العين المجردة، يعني بيقولنا إحنا على الكائنات الحية ممكن نشوفها بعين المجردة. الفطريات ذات القبعة والنباتات والحيوانات، هذول كائنات حية ممكن نشوفها بالعين المجردة. هون في الصورة موضحين أول شيء عنا تيك هجرة لجان لاردان بكتيريا، يعني الأحياء ذات الخلية الواحدة البكتيريا، وهون الأحياء ذات الخلية الواحدة الأميب. هون عنا تشوك هجرة لجان لاردان كثيرة الخلايا، عنا غراب كارغا تشوك هجرة لجان لاردان هدودو يعني عبدونا التوت الأحمر. هلا بننتقل لأول وظيفة وهي البسلمة. البسلمة يعنيها تغذية جانلار بيوب جلشمك يبرنان دكو و أورغانلار أورانمنا يبمك انرجي elde etmek و düzenleyici faaliyetlerini devam ettirebilmek için besin maddeler ihtiyacı duyurur. Yani bununla canlı الأحياء بيوب تكبر، جلشمك تتطور، يبرنان المتلفي دكو خلايا، و أورغانلارن يعني أعضاء أورانمنا يعني مستوى يبمك يعني فعل انرجي معناها طاقة إلديتمك يعني أخذ، ودوزال نجي يعني مع بشكل مرتب فعاليات لري وظائف دوام الترمك تشين من أجل أن تستمر بسن يعني غذاء مادة لار يعني مواد غذائية احتياج يعني تحتاج ضرور يعني بحاجة، يعني بيقولون هون لتتمكن الكائنات الحية من أن تنمو وتتطور وتصلح الأنسجة والأعضاء البالية والحصول على الطاقة، تحتاج إلى مواد غذائية من أجل مواصلة هذه النشاطات. قصة جس جانلار يشاملارن سندورا بالمك için beslemek zorundadır. Yani bununla kısaca bir şekilde muhtasar canlı ahya yaşamalarını yani hayatın sürdürebilmek için ecel mutabaat beslemek gıdtağzi zorundadır. Yani mecburin yani bir şekilde muhtasar الكائنات الحية يجب أن تتغذى من أجل إكمال حياتهم. جا
Canlıların bir kısmı yaşadığı ortamdan su, mineral, karbondioksit gibi inorganik maddeler alıp güneş enerjisi ve kimyasal enerjisi kullanarak ihtiyaç duyduğunda organik besin üretir. Nebulunahon canlılar ahya bir kısmı kısım منهم yaşadığı yani تعيش ortamından محيط su ماء mineral معادن ve karbondioksit ثاني اكسيد الكربون gibi مثل inorganik غير طبيعي maddeler alıp yani madde himuat alıp تأخذ güneş enerjisi yani طاقة شمسي veya kimyasal enerjisi kimyasal enerji yani طاقة كيميائي kullanarak تستخدم duyduğunda yani عندما تحتاج organic yani مواد عضوي besin يعني غذاء أوريتر تنتج يعني هنا بيقولوا لنا بعض الكائنات الحية قسم منها بتأخذ من الطبيعة اللي عايشة فيها الماء والمعادن وثاني أكسيد الكربون مواد يعني هي راح تكون غير عضوي وعن طريق استخدام طاقة الشمسي أو الطاقة الكيميائية تنتج عناصر عضوي تحتاج إلى بجانلاري أوريتيجي أوتوتروم يعني جانلاري دانر يعني هدول هاي الكائنات اللي بتنتج غذاء بنفسها مسميها كائنات منتجة واسمها أوتوتروم بتكيلار كيلار هارج algılar, su, yunuslarları ve bazı tik hücre canlılar doğundan üreticilerdir. Bunahon nebatat tam parazit yani parazit mutatafili bir şekil kamil bitki nebatat hariç hariciha algılar manaha anna tufayliyat su yunuslar manaha tahalib kama misemmehi nu'u min enva tahalib ve bazı tik hücreler yani bazı tik hücreli yani hadid khali canlılar yani ahya doğanın yani tabi'a üreticilerdir yani mühendim منتجين الطبيعه يعني نحن بعض المخلوقات مثل يعني هن النباتات والطحالب بنسميهم نحن منتجين طبيعه ما عدا النباتات ما عدا النباتات المتطفلة واسمها بارازيت بيتكيلار يعني هدول النباتات المتطفلة هدول ما بينتجوا غذاء بنفسهم عن طريق التطفل بيتغذوا canlıların diğer bir kısmı inorganik maddeler ihtiyacı duyduğunda organik besinler üretilmez. Yani bulunahon canlıların yani ahya diğer gayr bir kısmı kısmı الآخر inorganik maddelerden min el mawad el gayr adwi ihtiyaç duyduğunda yani عندما تحتاج organik عضوي besinler يعني أغذية روتماز يعني لا تنتج بلونا هون باقي أقسام الكائنات الحية عندما تحتاج إلى غذاء يعني أورجانيك مادلار إلى مواد غير عضوية لا تنتج الغذاء من المواد العضوية بس النار يشد كلاري أورتامندان هازر أولارك أولارلار يعني البسنلار غذاء يشد يعني يعيشون ارتمدان محيط حاضر يعني حاضر او جاهز ولارك الرلار ياخذونها يعني انه بياخذوا الغذاء من الاماكن اللي عايشين فيها على شكل حاضر بدون ما هن ينتجوا بو جانلار تكتيجي جانلاردر يعني تكتيجي مستهلكين نحن نسمي هذا النوع هن المستهلكين هيترو تروف hayvanlar, mantarlar ve bazı tek hücreli canlılar tüketicidir. Yani bunun hayvanat ve mantarlar fıtriyat ve bazı tek hücreli canlı yani tek hücreli hadid khali canlılar ahya tüketicidir. Yani hne müstehlikin nahne yani hayvanat ve fıtriyat
وبعض أنواع أحادية الخليل. هلأ عنا سرنوم يعني التنفس جانلار يشامسال فعاليتلرين دوام التيرمك için انرجي ihtiyacı duyurur يعني بيقولولنا هون الكائنات الحية يشامسال يعني حياتها فوظائف فعالية وظائف دوام التيرمك için مشان استمرار ندى انرجي طاقة احتياج ديرور يعني تحتاج يعني بيقولولنا الكائنات الحية مشان تستمر في وظائفها الحياتي يجب أن تحتاج إلى طاقة بيو انرجي بيسلمالرين هجرلاردا بارشالانması ile elde edilen ATP karşılanır يعني بو انرجي هذه الطاقة بيسلمالرين يعني المواد الغذائية هجرلاردا في الخلايا بارتلانماسي يعني تحطيم أو تقطيعها الدائدلان يعني المأخوذ ATP وهي أديونوسين ثلاثي الفوسفات ملكولاردان مواد كارشلانر يعني تسد هذا الاحتياج يعني يقولون نحن من أجل هذه الطاقة الخلايا تقوم بتقطيع أو تفكيك المواد الغذائية لتحصل على أديوسين ثلاثي الفوسفات أو ATP. عنا هدول نحن غالبا بيكون عن تفكيك عن طريق تفكيك السكريات بنحصل على هذه المادة اللي ممكن هي اللي بتتحول لطاقة. هجرلار ATP هجرة سهل سولونوم إلى أوريتيلر يقولولنا يعني هجرلار الخلايا ATP هجرة سهل خلي وخلوي سولونوم يعني التنفس إلى أوريتيلر يعني تنتج يعني الخلايا تنتج الATP عن طريق التنفس الخلوي. بطون جانلار هجرسال سولونوم يبار بطون جميع جانلار الأحياء هجرسال خلوي سولونوم يعني تنفس يبار يعني تعمل كل الكائنات الحية تقوم بالتنفس الخلوي. بعض جانلار ATP أكسجين كولانارك أوريتر الكان بعضları أكسجين كولانمدان أوريتر يعني بعض الكائنات الحية ATP أكسجين كولانارك مستخدمة أوريتر الكان أو تنتجه بعضları يعني دي بعضها أكسجين كولانمدان بدون استخدام الأكسجين تنتج يعني يقولون بعض الخلايا الكائنات الحية تقوم بإنتاج الATP عن طريق استخدام الأكسجين وبعض الآخر بدون استخدام الأكسجين. أكسجين لسولونوم أكسجين سيس سولونوم و فريمانتاسيون olmak üzere 3 çeşit hücresel sunumu vardır yani يقولون هون أكسجين سولونوم يعني أكسجين لسولونوم يعني التنفس عن طريق الأكسجين أكسجين سيس سولونوم يعني التنفس عن طريق غير الأكسجين فرمانتاسيون يعني فرمانتاسيون معناها التخمر olmak üzere يعني 3 سولونوم يعني عندنا 3 أنواع للتنفس التخمر والتنفس من غير أكسجين والتنفس بأكسجين. أكسجين olmaksızın farklı molekuller kullanarak ATP üretimi oksijensiz solunumu olarak adlandırır. Yani evrenle oksijen olmaksız yani bütün oksijen farklı moleküller yani farklı muhtelif moleküller anasır kullanarak müstehdeme ATP üretimi yani في إنتاج الATP أكسجين سولونوم يعني تنفس من غير أكسجين والغرق أدلان ضرر يعني تسمى ونحن عندنا تنفس من غير الأكسجين باستخدام مواد أخرى في إنتاج الATP. أكسجين أكسجين سولونوم داي غريب يبان الكترون تشمى زنجير اللاري في أكسجين والمكسز أنن سنيرلي مقداردا gerçekleşen ATP üretimi şekilde ise fermentasyon denir. Yani bunun ne hon?
oksijenli yani oksijen oksijensiz yani oksijen solunum teneffüs görevi yapan الذي يقوم بوظائف وظائف التنفس الأكسجين أو التنفس بدون أكسجين يابان الكترون الكترون يعني معناها هي الكترونات الشمام حمل زنجيرلار يعني سلسلة وأكسجين والماكسس يعني بدون استخدام الأكسجين سنيرلي يعني محدود مقدار ده يعني مقدار gerçekleşen لشان يحقق ATP üretimi yani bu vintage ATP şeklinde ise yani على هذا الشكل fermentasyon yani تخمر denir نقول يعني نحن بنقول عن إيماد عن التخمر هو العملية اللي بتقوم بوظائف التنفس بالأكسجين والتنفس بدون أكسجين عن طريق سلسلة من نقل الإلكترونات والتي تنتج كمية محدودة من الأتيبي. هل عنا بشع الظلم الإفراز أو الإخلاء جاملار الأحياء هجرة لري içindeki düzeni korumak için görmek amacıyla mitoplazma sonucunda oluşan atık maddeler hücreden uzaklaştırmak zorundadır. Yani bunu canlılar ahya hücreler içindeki yani fidahil halaya düzen kurmak için kurmak amacıyla yani min ecel hifaz ala nizamiha mitoplazma ameliyat layıd sonucunda yani fi nihayet oluşan mukavvan atık nüfayat maddeler mواد hücreden من الخلي uzaklaştırmak için uzaklaştırmak zorunda yani يجب أن تبعد يعني يقولون هون الخلايا من أجل الحفاظ على نظامها يجب أن تقوم بالتخلص من المواد الزائدة التي تنتج عن عمليات الأيض. عمليات الأيض هي عمليات تحويل مثلا السكريات لATP أو أي عملية كيميائية بتنتج عنها مواد زائدة في قلب الخلية. لازم تكون تك هجرلي جانلاردن ميتوبلاليك أتقلار هجرة زرية دا وزالاشمش أرغانلار طرفندان أزاقلاشرر يعني بأنهم حضية الخلية أحياء ميتوبلاليك يعني الأيضي أتقلار نفايات هجرة زرية يعني جدار الخلية يدا أزالاشمش يعني مختص أرغانلار لار يعني معناها عضوي طرفندان من طرق من عن طريق أزاقلاشترر يعني تبعد يعني بيقولون هون في الكائنات أحادية الخلية النفايات النفايات الأيضي تتم عن طريق جدار الخلية أو عن طريق عضوي تم تخصيصه لهذا الأمر. أورنين على سبيل المثال تاتلي سولاردا يشيان أميب أغلنا راماسيوم gibi tik hücreler vücutlardaki fazla suyu kontraktil kolf delinen özelleşmiş bir organel yardımıyla dışarı atar yani bilun hon örneği ala sebil misal tatlı suylarda fil miyah el hazbi yaşayan alevi yaiş emib kainat hayi هون عندنا معناها القنا والديدان جبي مثل هجرالار يعني خلايا وجود لاردان من أجسامها فاضلة معناها الماء الزائد كونتراكتل طل يعني معناها مقلص كوفول هو اسم العضو دلالان يعني المسمى وزالاشمش مختص بير أورغانال يعني عضي يردميلا مساعدة دشرية إلى الخارج أطار يد يعني تفرز معناها بيقولون هون على سبيل بيقولون أول شيء هون على سبيل المثال كانت الحية وحيدة الخلايا مثل الأميبيا والأيوجولانيا والراماسيوم التي تعيش في المياه العذبة تتخلص من الماء الزائد في جسمها عن طريق عضي مختص
yüsemel kofol, karbon dioksit ve amonik gibi atık gazlar ise hücre zarından dışarıya verilir. Yani bunun ne oksit karbon o gaz aminiye gibi mesel atık nüfeyat gazlar yani gazat hücre zarından yani münajidel haraya dışarı verilir yani tota ile الخارج يعني طريقة التخلص من غازات مثل ثاني أكسيد الكربون وغاز الأمينيا عن طريق إدارة الخلي. Gelişmiş yapılı bitkiler atık maddeleri yaparak dokuyu tekrarlama, damlama ve kökleri yolları ile yaşadıkları ortama verir. Gelişmiş yapılar manaha الكائنات المتطورة النباتات النباتات المتطورة أطلق من نفايات مادلاري يعني المواد يبرك أوراق الشجر تكمو من نفايات تكرار لما إعادة ترانسبراسيون دام لما يعني معناها تنقيط وي كوتاسيون وكوكلاري جذور يلو إلى معناها طريق يشتكلاري يعني التعيش أرتام معناها محيط فرير الضغط. يعني بيقولون هون بعض الكائنات الحية المتقدمة يعني المتطورة النفايات بتقوم عن بتقوم ب إفرازها إلى المحيط التي تعيش فيه عن طريق التنقيط والتعلمة يعني أنها تتعرق طريق الطرق إلى جذرها طرق إلى جذورها يعني عن طريق الطريق إلى الجزر أورومغالي حيوان لاردا بوبريكلار كاندكي زرارلي مادلار سوزارك إدرارلا أكجيرلا كاندكي كاربو ديوكسيد سلونوم يولي إلى وجودتان أزاقلشر يعني بلونا هون مرغالي يعني مناطق فقريات حيوان لار حيوانات فقرية بوبريك كلا كاندكي الدم ضرر لمادة لار يعني المواد المضرة سوزرك تمتص إدرار لا يعني البول أكجير لار الرئتين كاندكي في الدم كربون دي أكسيد يعني ثاني أكسيد الكربون سولونوم تنفس يلو عن طريق تنفس وجدان من الجسم أزاق لشرر يعني تبعدها معناها عنا في الحيوانات الفقري معنا عن طريق امتصاص مواد الضارة من الدم يتم طرحها في البول وطرحها عن طريق الكلى أما ثاني أكسيد الكربون يتم أخذه من الدم وإفرازه عن طريق الرئتين ayrıca إضافة إلى ذلك bazı omurgalılarda deri ve deride tarlama yoluyla boşaltım boşaltma yardımcı olur. Yani bununla ayrıca إضافة إلى ذلك bazı yani بعض omurgalarla da yani fakariyat deri cilt terleme yani تعرق يولو لا يعني عن طريق التعرق بشالطمة يعني إفراز يردمجي مساعد أولور يكون يعني زيادة على ذلك بعض الفقريات تقوم بإفراز عن طريق الجلد بعملية التعرق الحركات يعني الحركة جانلار avlanmak, göç etmek, öğrenmek, yavrularını beslemek, ışık ve suya ulaşmak gibi çeşitli nedenlerle hareket eder. Tek hücreli canlılar ahya avlanmak, sayt göç etmek معناتها الكوتش تماك الهجرة أوريميك معناتها جانلر الهجرة أوريميك معناتها التكاثر يورلان بيسلمك يعني
تغذية صغارها الشق بسيو يا الشق معناتها الضوء سويا معناتها الماء لاش ما كتشين انتصيل جبي مثل ششتلي انواع ندان لار لا يعني معناتها اسباب هركات ادار يعني تتحرك تيك هجرلي جان لار يعني أحادية الأحياء أحادية الخلية سيلفا يالانجي جبي يابلار ياردميلا يردي يشترما حركات يبار سيل معناها الصوت يعني معناها هذا الزل الطويل بيكون فيه حديد الخلية مثل هذا هو اسمه الصوت يعني السيل يلانجي اياكلار معناها هذول يلانجي اياكلار ما راح نشوفه نحن اللي بيكون هيك صغار حول الخلية يابلار تكوينات ياردميلا مساعدي يردي يشترما يعني تغيير مكان حركات حركية فرد تقوم يعني تقوم أحادي الكائنات الحية أحادي الخلي عن طريق الصوت والأقدام الكاذبة بتغيير مكانها وهذه هي حركتها مثل الأرض في الكائنات في النباتات حركات يردي يشترما شكل دديل دروم دي يشترما شكل ددر يعني بيقولوا هون في النباتات بتكلال ده حركات يير دي يشترما يعني الحركة عندهم هي تغيير المكان شكل ده على شكل ديل ليست على هذا الشكل دروم دي يشترما يعني تغيير الحالي شكل ددر على شكل على هذا الشكل يعني عندنا في النباتات الحركة ليست عن طريق تغيير المكان إنما عن تغيير الحالي Örneğin ay çiçeği güneşe yollanması ya da bucekcil bitkinin yaprakları arasında konan buceye yakalanması durum değiştirir. Yani bu ne hon? Ay çiçeği abad-ı şems güneşe yollanması güne yollanması yani tetece ile şems ya da عبرنا يا أما بوجيكتشيل بيتكي يعني أكلت الحشرات يا براكلر معناتها أوراق أرسندة بين كونان موجود بوجي حشرة يا كلام مص تصطاد دروم درومو ديشترر يعني تغير حالته يعني عنا بيقولوا إن هون نبات عباد الشمس بغير حالته يعني بغير حركة اتجاهه على اتجاه الشمس أما نبات أكل الحشرات بيغير مكان الورق مشان يعني هو مثل ما هنا نحن شايفين هون بيكون مفتوح بتكون في حشرة بين أوراقه بتسكر الورقة بهيك بيكون صاد الحشرة الموجودة بين الورقتين عنا هون حيوان الأرض يسا حركات جنالك لا يردي يشتر مشكلة ده بيقولوا إن هون حيوان الأرض في الحيوانات حركات معناتها الحركة جنالك له بشكل عام يردي يشترما تغيير مكان شكل ددر يعني على شكل يعني عنا الحيوانات بيقوموا بحركتهم هي تغيير المكان حيوان لار حركات تشين بجاك كانات يوزجيتش جيبي أورجان لارنة كولانر يعني الحيوانات عنا من أجل الحركة بجاك أقدام قنات أجنحة يوزجيتش زعانف جيبي مثل أورجان لار معناها أعضاء كل نور تستخدم يعني عنا الحيوانات تستخدم من أجل حركته الأقدام والأجنحة والزعانف اليوم راح نوقف هون وإن شاء الله الدرس الجاي بنكمل إذا عندكم أي استفسار على أي كلمة ممكن تبعتولي على الواتساب أنا راح أجاوب إن شاء الله.